ابو معيد عبد الهادي مستشارك العقاري صاحب شركة ايديكو للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الاراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. ايديكو للعقارات افضل الاختيارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم تحيا مصر، واللي بنستعرض فيه اهم الشخصيات في مجال الفن والسياسه والاقتصاد والادب والقطاع العقاري. ودايما مشرفنا في حلقتنا مستشارك العقاري المهندس عيد عبد الهادي رئيس مجلس اداره شركه ادكو العقارات والخبير العقاري المتميز. منورنا يا باشمهندس. ده نورك يا استاذ عصام. كل سنة حضرتك طيب ومناسبه في شهر رمضان، عد الله على الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس. ربنا يرفع عننا البلايا يا رب. امين ان شاء الله يا باشمهندس. النهارده يعني بمناسبه اول حلقه لنا في شهر رمضان، كنا عايزين نتكلم عن مميزات الاستثمار في مدينه 6 اكتوبر. يعني ايه اللي بيميز الاستثمار في مدينه 6 اكتوبر عن غيرها من المدن؟ طبعا زي ما معروف مدينه 6 اكتوبر يعتبر الامتداد الطبيعي لفيصل وللهرم والمهندسين والدائري. طبعا سهل الامور، بيبقى مثلا بتيجي من اي مكان من الصحراء ومن اي مكان من الفيوم من الصعيد، بتبقى دايرك على طول داخل مدينة 6 اكتوبر، فهي قريبة جدا جدا من الاماكن. يعني كم محافظة يا باشمهندس؟ يعني مثلا قول لي مثلا كم محافظة بيتم مثلا مربوطة بمدينة 6 اكتوبر؟ اول حاجة عندك طبعا القاهرة. القاهرة والجيزة. تمام. ما انت عندك تقريبا مربوطة بطريق مصر اسكندرية، وهنا كده طريق الواحات ما انت عندك يعني الاستثمارات المهندسين يعني الهايبر وستة اكتوبر وكده 10 دقايق. تمام. فيصل والهرم مدينة الانتاج الاعلامي واكتوبر 10 دقايق، وطريق الواحات وطريق مصر اسكندرية. وعندك الفيوم نص ساعة. تمام. يعني كل اللي جاي من الفيوم، يعني هي على الطرق المحاور الرئيسية للمدينة القاهرة والجيزة. تمام. ماسكة الناحيتين. يعني ايه اهم الخدمات اللي في المدينة 6 اكتوبر تميزها عن غيرها من المدن؟ طبعا احنا ما اتكلمناش قبل كده عن المنطقة الصناعية. تمام. احنا عندنا مدينة كاملة المنطقة الصناعية، فيها كل الماركات اللي موجودة، السيارات وشيبس وكوكاكولا، كل المصانع الكبيرة اللي موجودة يعتبر في المدينة، وفيها ولها توسعات. دي بالنسبة اكتوبر القديمة او اكتوبر اللي هي الاصليه. المطار فين بقى؟ في اكتوبر الجديده ولا اكتوبر اللي هي الاصليه؟ المطار يعتبر في اكتوبر الجديده. يعتبر في نص اكتوبر الجديده بالظبط. تمام. هو على فكره مش بعيد. والمونوريل اللي هو القطار الطائر ده هيتم مثلا تركيبه فين في اكتوبر؟ ده هو حاليا خلاص شغالين فيه. ده المرحله الاولى هتخلص خلال سنه. طب والمترو يا باشمهندس؟ المترو احنا سمعنا هيوصل 6 اكتوبر، هيوصل اي منطقه بالظبط 6 اكتوبر؟ المترو هي اول حاجه هيخدم، او هيبقى فيه محطه عند دريملاند. تمام. مدينه الانتاج اللي على. تمام زي الفل. وبعد كده المنطقه الصناعيه. تمام ماشي. وبعد كده هيكون في اللي هي المنطقه الصناعيه اللي هي صينيه الواحات، وبعد كده طبعا هيكون في ميدان القدر. تمام. وفي الحصري. تمام. وفي مول العرب. يعني هيربط 6 اكتوبر كلها. وفي الهايبر، وبعد كده المهندسين. تمام. هو يعني اساسا ده هيكون فيه 3 حاجات، حتى انا جايب تقرير. ما في معنا تقرير استدراس المعدين هيزودوه دلوقتي هيزعوه. الطرق تمام. يعني شبكه طرق جميله جدا بتوصلك لاي مكان يعتبر. حضرتك فعلا جبت لنا تقرير المعدين بس بيجهزوه هيزعوه حالا. يعني الاحسن حاجه في الموضوع ده اللي انت ما يعني ما بتاخدش بتنجز في كذا محور. تمام. يعني لو المحور الرئيسي اللي هو 26 يوليو، في عندك محور الواحات. تمام. في عندك دلوقتي خلاص الدائري الاوسطي اللي جاي من اسكندريه، اللي جاي من طريق الفيوم، اللي جاي من طريق الصعيد. يعني بقى العميل دلوقتي بدل ما يجي من داخل 6 اكتوبر من الهايبر والحصر، بقى يجي دائري على طول. ممكن نقول 6 اكتوبر اشبه بعاصمه اداريه جديده. يعتبر فعلا يعني هتبقى قلعه الصناعه وقلعه رجال المال والاعمال. طبعا فعلا هي اساسا كده، لان احنا عندنا اكتر من جامعه. طب حضرتك بعد اذنك يا باشمهندس نستاذن حضراتكم، نشوف التقرير ونرجع حضراتكم تاني.
باشمهندس احنا شفنا التقرير بسم الله ما شاء الله تقرير متميز جدا وممتاز، بس انا عايز اسال سؤال بالنسبه للاراضي اللي بتقع على جانبي الطرق اللي احنا شفناها، ايه موقفها واسعارها؟ بص حضرتك احنا كده التقرير اللي احنا جبناه ده بالظبط كل المحاور والطرق شفت اللهم صل على النبي بصراحه حاجه زي الفل بسم الله ما شاء الله. هو طبعا احنا لغايه دلوقتي وصلنا يعني شبه خلصنا المراحل الاولى من الطرق الرئيسيه كلها. طب ايه الموقف بقى المرحله الثانيه من الطرق؟ هو حاليا بالظبط سنه بالظبط اكتوبر هتكون حاجه تانية خالص، لان بيظبطوا يعني بيخلصوا الطرق الرئيسيه خلاص بتتفنش بتخلص او شبه يعني ايه في كم حاجه خلصت والباقي بيكملوه، بس في بيطوروا برضو الداخلي. تمام. يعني عندنا طوروا الطرق الداخلية بصراحة، لو انت مشيت من المحور من اول الهايبر لغاية ما توصل ليلة القدر او المصانع حاجة جميلة بصراحة. طب ايه اسعار الاراضي اللي بتقع على جانبي الطرق دي؟ هو طبعا احنا لو انا مثلا راجل مستثمر عايز اشتري اراضي تقع على جانبي الطرق دي انت تنصحني بايه؟ هو طبعا كل الاراضي اللي موجودة من هيئة المجتمعات العمرانية تبع الجهاز مدينة 6 اكتوبر نزل اخر اسعار نزلت عندنا 4000 المتر. تمام. في اكتوبر الجديده جنب المطار. تمام. على فكره بيطوروا المطار وبيطوروا المنطقه، لان الحلقه اللي كانت بتاعت اكتوبر الجديده بيوسع يعني في الطرق موجوده بس هما بيوسعوا الطرق وبيطوروها. تمام. يعني خلال سنه هيكون حاجه تانية خالص ان شاء الله. احنا سمعنا ان في اللي هو 100 قطعه ارض جنب في طريق الواحات في تسهيلات مدوا التسهيلات لغايه شهر 8 لمنطقه اللي هي ال 100 قطعه. تمام. دي على طريق الواحات من اول شركه الكهرباء لغايه المصانع. تمام. دي المساحات اللي هي تبدا من 600 و700 و800 كان المفروض في قسط يدفعوه فمدوه اتاجل لشهر 8 اتاجل لشهر 8 لانه الجهاز بيخلص المرافق. تمام. طب كنا عايزين سبب تاجيل القسط يعني. انتوا بصفتكم شركه ايدكو العقارات طبعا اقدم شركه في 6 اكتوبر وبسم الله ما شاء الله 20 سنه في القطاع، يمكن 21 سنه متاسسه سنه 2000. ايه الشركات اللي ممكن تتعاون معاكم في مجال التطوير العقاري؟ هو احنا طبعا على تواصل بشركات تطوير عقاري ومستثمرين بيبقوا يعني في مستثمرين سعوديين وكويتيين واماراتيين من كل ناحيه ورجال اعمال مصريين بيبقى محتاج مثلا 100 فدان 200 فدان سكني. انتوا بنوفر له انتوا بتوفروا يا باشمهندس؟ بنوفر له لان احنا كده كده بنبيع ونشتري. احنا عملنا حلقات كتير يا باشمهندس يعني بخص القطاع العقاري، في ناس كتير اتصلت بيا وسالتني انا عايز اعرف يعني 1 2 3 4 قول لي شركه ايدكو عندها ايه؟ كقطاع اراضي قطاع عقارات عشان انا اتعامل معاها. انا مثلا دلوقتي كواحد مصري راجع من بره مثلا في شهر 7 معظم الناس بترجع فعايز مثلا اعرف شركه ايدكو، انا مثلا عايز استثمر فلوسي قول لي مثلا شركه ايدكو عندي كام ارض عندي كام قطعه قطعه سكنيه ايه الموقف عندك؟ هو احنا طبعا انا اوصل لك التعامل بالخارج ازاي. هو طبعا العميل بيتابعنا طبعا على كل التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك وعلى التويتر وعلى كل وعلى القناه وعلى كل مكان، فبيتصل بينا بنبدا نشوف هو عاوز ايه بنبعت له وهو في الخارج بره بنبعت له الخرائط بنبعت له الاسعار بنبعت له الاوراق بنبعت له كل حاجه شبه بنخلص الصفقه بيقول طب انا هنزل الاسبوع الجاي اخلص وارجع او كده. تمام. او لو عميل برضو نفس القصه عنده حته ارض وعاوز يبيع بيراسلنا بنتفق معاه بيجي العميل يقعد معانا بنتفق بنوري له الورق وبناخد ميعاد وبيدفع مبلغ تحت العقد كتابه العقد اللي على اساس اللي هينزل ما يبقاش نزل مثلا. تمام. لو حد اخل بالعقد بيبقى في شرط جزاء بينزل على التخليص بينزل يخلص يعني كده كده التكنولوجيا الجديده. تمام. خلتنا نقدر نتواصل مع اللي بره واللي جوه كانتهم موجودين. انت شايف حضرتك التكنولوجيا الجديده دي شجعت الاستثمار اكتر من 6 اكتوبر؟ احنا معانا فيديو تاني برضو حضرتك جايبه يعني الساده في الاعداد بس بيحضروه للمونوريل اللي هو في مدينه 6 اكتوبر. طب باشمهندس بسم الله ما شاء الله شفنا تقرير ممتاز جدا، انا يعني احنا حاسس ان قاعدين في دوله اوروبيه بصراحه. الله يكرمك. يعني التقرير بيقول ان مصر هتبقى في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هتبقى اشبه بالدول الاوروبيه. يعني احنا شفنا القطار اللي هو السريع ده بربط العالمين بالعاصمه الاداريه ب 6 اكتوبر كانهم كتله واحده. تمام. يعني خلى 6 اكتوبر في مصف العاصمه الاداريه والعالمين والعين السخنه وكده، ده يشجع برضه الاستثمار في المدينه اكتر. اه يا فندم، ده كمان في القطر السريع فائق السرعه. تمام. من ده 250 كيلو في الساعه. لا ده بالظبط هم اللي هو هيوصل من القاهره من اكتوبر لاسوان اربع ساعات. اربع ساعات.
باربع ساعات. لا هو بالظبط اكتوبر هتتغير حاجة تانية خالص، خلال سنة بالظبط اكتوبر هتبقى حاجة تانية خالص. تمام، بقول لحضرتك هتوازي العاصمة الإدارية. هو لا هي شغلها عالية جدا، استثمار في احنا عندنا برضو على فكرة في حاجة محدش يتوقعها خالص. تصورك يا استاذ عصام، اعلى حاجة في اكتوبر كم دور؟ يعني مثلا 10 أدوار. ما فيش حد هيقول 10 خالص، لان هي معروفة 6 أدوار 7. بس في حاجة هتقل عن كده؟ في 18 دور. 18 دور اتبنوا. طبعا كل هيقول فين؟ في ما طبعا كل هيقول فين. خد بالك على فكره انا راهنت عليها حد لدرجه قلت له تراهن اعلى حاجه في اكتوبر يقديمه معايا. ما اعلى حاجه تبقى 8 9 10. قال لي 7 أدوار 8 أدوار. قلت له طيب لو في 18، قال لي راهنك. قلت له طيب انا ما بتكلمش غير على حاجه على ارض الواقع، العربيه بتاعتي اللي العربيه بتاعتك. تمام. ورحت وريته له في مول عند جنب مول العرب. ده برج اداري ده ولا تبع يعني اداري؟ هل بتصممه شركات مصريه ولا شركات مصريه عربيه؟ هو شركات مصريه ورجال اعمال مصريين. تمام. وهي اساسا يعني هو دلوقتي وصل للدور ال 18. الدور ال 18. فطبعا ما حدش يتصور الحاجات دي، لا في تطورات. تمام. وفي حاجات عندنا في اكتوبر، في مناخ استثماري مشجع في مدينه 6 اكتوبر. لا ولسه عندنا كمان مدينه اكتوبر الجديده. تمام. فيها استثمارات كتيرة جدا، والشغل كله الأيام اللي جاية هناك، وعندنا منطقة صناعية. تمام. منطقة صناعية نزلت جديد، يعني لأن احنا مش لاقيين أراضي صناعية كمان. هو بسم الله ما شاء الله باشمهندس عيد، يعني جهاز مدينة 6 أكتوبر أنا ملاحظ إنه بضم 4 مدن أو 6 مدن تحت قيادته، يعني مثلا عندك أكتوبر وأكتوبر الجديدة ومثلا حدائق أكتوبر وحدائق أكتوبر الجديدة. أنت وعندك زايد وعندك سفنكس وعندك زايد، ده 5 6 مدن. ما هي يعني دي قلعة صناعية في مصر يا فندم. الخريطه دي كلها في سنه من سنين. تمام. اكتوبر كانت محافظه اكتوبر. تمام. ايوه قبل 2011. فلا هي توسعت، وصلت يعني الاستثمارات بتاعتها وصلت لكل لكل منطقه يعتبر. تمام. وسهله جدا، وبعد ما تخلص الطرة دي خلاص الموضوع كده اكتوبر عدت. طب الاجراءات الاداريه داخل مدينه 6 اكتوبر بقى بنقدر نتخلص مشكله الشهر العقاري، هل لسه برضه عند احنا اتكلمنا فيها اكتر من مره، هل لسه برضه في مشكله داخل الشهر العقاري؟ والله احنا تعبنا بصراحه، لان احنا عاوزين نشجع المستثمرين. تمام. او الناس واخده اراضي استثماريه ودافعه مثلا بال2 مليون وال3 مليون، فمن حقه يبيع ويشتري فيها. تمام. فالمشكله في الموظفين، ما اعرفش يعني مش عاوزين يتعاونوا مع يعني الناس. حته برضه انت قلت لي ان في مساحه ارض مساحتها 1000 متر ويقول لك هات ورقه انها مش اسكان اجتماعي. 1000 متر؟ طب 1000 متر هو في حاجه اسكان اجتماعي يعني اشتري 1000 متر مثلا يعني؟ ما هو يعني بالعقل بالمنطق ارض 1000 متر. تمام. احنا بنوجه نداء من هنا للساده المسؤولين. بنوجه نداء من هنا للساده المسؤولين يعني المشكله دي تتحل، يا ريت يعني برضه عشان نشجع عجله الاستثمار في مصر. عاوزين الدنيا تشتغل. تمام. عاوزين الامور تمشي. انا دلوقتي عندي قطعه ارض، الارض دي خدتها واستثمار، عاوز ابيع. ما اللي هياخد هيبيع، واللي هيبيع وهياخد يبيع للتاني وكده، وهيبيع يعني كده. تمام. يعني الدنيا تتحرك، يعني مرونه الاجراءات الروتينيه دي هتشجع عجله الاستثمار. طبعا ده اساسي. انا جاي اشتري، بلاش الروتينيه والبيروقراطيه في الشغل. لا هو اساسا احنا بنتكلم اللي دي ارض قانونا. تمام. مميزه، ملهاش دخل بالاسكان الاجتماعي خالص. انا اساسا برضو عامه مش شغال في اي اراضي اسكان اجتماعي ولا اي شقق ولا اي حاجه خالص لها دخل بالاسكان الاجتماعي، لان احنا عاوزين ما ينفعش تحصل مشكله. تمام. دلوقتي يا باشمهندس انا راجل دلوقتي مصري جاي من الخارج وعايز استثمر في مدينه 6 اكتوبر، وجاي لحضرتك بصفه حضرتك رئيس مجلس اداره شركه ادكو العقارات وخبير عقاري متميز وبقالك 20 سنه في 6 اكتوبر، تنصحني بايه؟ تقول لي مثلا اشتري فين؟ هو طبعا بس اشتري فين سعرها يعلى، انا جاي استثمر. طبعا اول حاجه هنعرف حدود الميزانيه اللي حضرتك هتستثمر فيها. تمام. ماشي. تاني حاجه بنعمل دراسه على الارض بكام والسعر كام والاقساط بكام والمباني بكام وهتتباع على كام سنه. لا انا مش بتكلم عن الميزانيه، انا بتكلم مع حضرتك انت تقول لي مثلا انا عندي مثلا اقل حاجه الرينج بتاعي كذا واعلى حاجه عندي كذا، انت اللي تقول لي، مش تقول لي سعر، انت تقول لي انا اقل حاجه عندي كذا واعلى حاجه عندي كذا. ماشي. ما قول لي دلوقتي اقل حاجه ممكن استثمرها كام؟ اقل حاجه احنا ممكن نبدا من 750,000. 750,000 كام متر؟ 750 مليون الا ربع. كام متر؟ متوسط المساحات تبدا من 450 متر. 450 متر. تمام. طبعا احنا بندفع 750. ثاني منطقه بقى يا باشمهندس؟ في عندنا اكتوبر الجديده.
وحدائق اكتوبر الجديدة. انا بتكلم عن المتوفر ده شركة ادكو العقارات. ما هو دي الحاجات المتوفرة اللي بي 450 متر. تمام. بتدفع 750,000. تمام. اللي مدفوع 400 وبياخد 350 اوفر. تمام. يبقى 750 وبيبقى عليها اقساط على 3 سنين. 3 سنين. هو المستثمر كله يعني بيدور اللي هو ياخد. طب هو هيشتريها منين يا باشمهندس؟ هو بيشتري، ما احنا الخطوات اللي احنا بنعملها. هيشتريها من الجهاز ولا من شخص معين ولا من وزارة الاسكان؟ هو دلوقتي خلاص الارض دي اتخصصت للاستاذ عصام. تمام. الاستاذ عصام بنيجي نتقابل ونشوف الورق ونخش على الجهاز. تمام. بنتاكد من كل البيانات في الجهاز. بعد كده بنعمل التوكيل في الشهر العقاري. تمام. وبتاخد كل اصول الورق. تمام. بس كده خلاص، هو دي الاجراءات القانونيه. وبعد كده بتنقلوا الملكيه؟ نقل الملكيه بقى في اكتوبر بعد ما بيبني البدروم والارضي ويشطب خارجي. تمام. طب يعني مساحه البناء على قد ايه؟ كم متر؟ يعني مثلا انت قلت لي ارض مثلا اقل حاجه 400 متر. تمام. ببني على كم متر؟ هتبني على 50%. يعني انا 200. طب عندك اختيار. طب الشقه. طب ال 200 الباقيين او شقتين. طب ال 200 الباقيين، ما دي ردود بقى وجناين وحمام سباحه، تعمل فيها اي حاجه انت عاوزها. طب كم دور يا باشمهندس؟ البدروم وارض وثلاثه. كل اكتوبر اغلبيه الرعات كلها بدروم وارض وثلاثه وروف. الروف على مباني 25%. تمام. طب ايه افضل حضرتك الشركات اللي هي اللي برضو في القطاع العقاري اللي ممكن انت تتعاونوا معاها؟ والله في اكتر من شركه تطوير عقاري متعاملين فعلا معاهم، بياخدوا مننا مثلا حوالي 5-6 قطع وبيبيعوا وبيبنوا شقق كده في كذا حاجه. تمام. كذا حد. تمام. طب بالنسبه لمدينه 6 اكتوبر الجديده، انت شايف ان هي دلوقتي افضل منطقه للاستثمار داخل قطاع نقدر اكتوبر الكبرى؟ هو طبعا مدينه 6 الطرق والقطر الطاير والمونوريل والمترو كله بيخدم، يعني هو رابط اكتوبر الجديده باكتوبر القديمه، فخلاص هي مجرد الطرق دي ما تخلص والحاجات دي تتعمل خلاص، ما بقاش في جديد وقديم لان هي منطقه واحده. تمام. للاسف يا باشمهندس سعيد وقت حضرتنا قرب يخلص، فاحنا معانا دقيقه، فكنا احنا بنعود المشاهدين طبعا ان كل حلقه بنقول لهم هنقدم لهم ايه الحلقه الجايه، فكنا عايزين من حضرتك تقول لنا ايه الحلقه الجايه نقدم لهم ان شاء الله داخل مدينه 6 اكتوبر. طبعا انا برضو بوجه من هنا اي يعني لو في عميل عاوز مكان معين برضو يبلغنا واحنا ننزل نصوره ونجيب له كل بياناته. تمام. هو احنا عامه كذا عميل اتصل بينا وكذا حد عاوز يعرف موقف الاعلاميين والواد الاخضر والحزام الاخضر. احنا اتكلمنا على الحزام الاخضر، فاضل لنا الاعلاميين. الواد الاخضر والاعلاميين دي تخصنا احنا بقى. يا ريت تجيب لنا في عروض مميزه يا باشمهندس. لا يعني عروض مميزه كده احنا عشان نشجع برضو نستثمر عندك ان شاء الله الحلقات اللي جايه بعد العيد باذن الله. كل سنه وحضرتك. كل سنه وحضرتك يا باشمهندس، وشرفتنا ونورتنا. وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا استاذ عصام. الله يكرمك. شرفتنا يا باشمهندس. الله يكرمك يا استاذ عصام. اعزائي المشاهدين، الى هنا انتهت حلقتنا برنامجكم تحيا مصر، والى اللقاء في الحلقات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.